هقول بسرعه كده قبل ما اجاوب على ادوارد، الفته الحلوه دي عملناها ازاي؟ سهله جدا. كفته داوود باشا اللي بنعملها، الكفته بتاعتنا الطبيعيه اللي ما بنعملها بلحمه وبصل وبقدونس، ودخلتها الفرن تتشوي فيها. عملت صوص، عملته بطريقه سهله عشان ما استخدمش دهون، كفايه قوي شويه الدهون اللي بتبقى في اللحمه مهما جبناها حمرا بيبقى فيها دهون. حطيت في الخلاط بصل وثوم وطماطم ومعلقه صلصه وشويه مرقه او شويه ميه، ضربتهم في الخلاط، حطيتهم في حله كده على النار وحطيت جواهم الكفته، كده بقت كفته داوود باشا صحيه من غير دهون اضافيه خالص غير الدهون اللي في اللحمه. عملتها، حطيت، عملت شويه رز ابيض استيمد، حطيت عليهم كفته داوود باشا، وحطيت عليهم كده زينت بيهم في الجنب شويه عيش محمص في الفرن، وعملت صوص الزبادي الخطير بتاعنا، زبادي انا بحب استخدم زبادي لايت، زبادي وطحينه وشويه ليمون وشويه ثوم، وقلبتهم وحطيتها عليها، زينتها بشويه لوز وشويه بقدونس، طلعت لنا الفته الخطيره دي. تغيير على ما بناكل كفته داوود باشا لوحدها مع الرز، طبق بريزنتبل شكله لذيذ صحي. صحي بمعنى حاجتين، انه بيدينا العناصر الغذائيه اللي جسمنا محتاجها، وفي نفس الوقت معمول بتقنين في شويه في الدهون لان في كميه نشويات في رز وفي عيش، فشويه مقننين من الدهون، جنب معاه طبق سلطه كده بقى طبق وجبه كامله فيها كل العناصر الغذائيه اللي جسمي محتاجها. الكميه اللي كل شخص محتاجها مختلفه، يعني انا ممكن اكل كميه غير ادوارد غير نانسي، بتختلف زي ما قلنا على حسب البادي ماس اندكس مؤشر كتله الجسم بتاعي، على حسب طاقتي عامله ازاي، على حسب حرقي عامل ازاي، واهم من كل ده على حسب الميديكال كيس بتاعتي. يعني انا ممكن ابقى عندي امراض معينه لازم اقلل منها مواد غذائيه، لازم اكتر في مواد غذائيه تانية، فبرضه الميديكال هيستوري مهم جدا جدا قبل ما نعمل اي دايت. وطبعا كتير قوي بنحتاج نعمل تحاليل معينه لما بناخد هيستوري من الناس، نشوف ايه الهرمونات او ايه العناصر الغذائيه الناقصه عندهم اللي ممكن نعوضها باكل معين، زي ما بنقول تملي في الحلقات، الحاجات دي مليانه حديد، الحاجات دي مليانه كذا، كل ده بنركز عليه مع وجود تحاليل معينه طلبناها. كل شخص مختلف عن التاني. عايزين نغرف الفته عشان هم خلاص منهارين، فخلونا نغرف. منهاره من اول ما جيت قعدت هنا. بصوا شكلها لذيذ ازاي؟ شكلها لذيذ، فظيع، شكلها فظيع قوي. زي ما بنقول العين بتاكل الاول، فبنحب قوي البرزنتيشن بطريقه لطيفه يبقى مختلف وشكله لذيذ. عايزه بس اخد لهم الرز مع الكفته، انا قعدت ارغي لغايه ما الكفته بردت، بس مش مهم، سخنه من تحت اهي. والله لو تلج هناكلها. ما زبادي بقى وبتاع، انا مش هتاكلها ايس كريم بجد بقى. شربت بقى من الرز، شرب الصوص الحلو ده، يعني هو جلد فري لان انا مش عامله له تسبيكه، مسبكاه على النار بس من غير دهون خالص. لا لا خدي، لا 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 يمكن، لا لا والله، لا والله ابدا، لا والله ابدا. كل ده انت مش قادره يا ماما، انت صعبانه عليا. نانسي جعانه وبردانه النهارده. كل يا ماما. اه انا فعلا سقعانه وبردانه وتيمي خسر كمان النهارده. ايه ده؟ يعني مفيش اي حاجه. اه كام كام؟ كم كم ايه ده؟ ما كانش فيه منافسه اصلا. يعني ايه 6-0 ولا ايه؟ لا والله التيم بتاعي ما كانش بيجاوب، ما جاوبش ولا سؤال صح ولا سؤال. انا هدوق الرز الاول مع الصوص. دوقي الرز كده مع الصوص. اكله مصري جدا جدا، بتفكرني بكفته الرز اللي كنا بناكلها زمان بالصلصه على الرز كده، الصلصه مع الزبادي حلوه قوي. طب ايه رايك ان الصلصه دي فعلا ما فيهاش نقطه دهون، معموله في الخلاط تماما واتحطت على النار اتسبكت؟ حلوة. مش معنى التسبيك ان اقعد احط على النار واحط سمنه وزيت. بسمع تملي شكاوي من الرجاله اللي واخده بالها من جسمها، ومثلا مراتاتهم تخنين شويه، الكلمه اللي بسمعها بيحطوا كميه دهون رهيبه يا دكتوره، بيطبخوا بزيت كتير بسمنه كتير. ناخد بالنا من كميه الدهون، لان احنا ممكن نقلب الكالوريز بتاعه الطبق ده من 1000 ل 500 بان انا قللت دهون بس، وما بقاش حرمت نفسي من النشويات، لان قله النشويات قوي زي ما قلنا بتعمل وهن في العضلات وبتقلب المود، لان النشويات قلنا مهمه جدا انها بتعلي المود، بتعلي هرمون الدوبامين اللي بيحسسنا بالسعاده، فلا احنا ناكل منه كتير قوي ولا نحرم من نفسنا منه خالص. هنشوف اللي بيحصل. ايه رايكم؟ حلو قوي. مختلفه شويه؟ انتوا اكيد كلكم اكلتوا كفته رز قبل كده مش كده؟ ولا انت بتعملي اعلان بالكفته؟ اعلان بتاع كل حلقه. فرحانه بالكفته النهارده ما عملتلكيش عصير، خفت.